الثانية المقترح جاء من النائب سهير الدردوري ينص على التنصيص على تكفير على تجريم التكفير داخل الدستور في الفصل السادس. في الدقائق القليلة القادمة أنا متفائل اللي مش يقع التوافق على التنصيص التجريم تجريم التكفير في الفصل الست. سليم معناتها إذا كان تم تضمين مسألة تجريم التكفير ضمن الفصل السادس، كيفاش باش تكون آليات المتابعة في التمشي القانوني هذايا معناتها اتخاذ الإجراءات المتابعة في قضية تجريم التكفير كيفاش باش تكون مبدئيا؟ أول إجراء مبدئي سيقع على النائب الشيخ الحبيب اللوز، مش يقع على الشيخ الحبيب اللوز والمتمثل في تقديم قضية سواء باش الناس كل تاخذ عبرة في المستقبل. إذا كان السيد رئيس المجلس ما قدمش قضية للشيخ الحبيب اللوز، نحن نواب ديمقراطيين مش نقدم قضية فيه، تقع رفع الخصانة والقضاء يقول كنتوا حسب ما ينص عليه القانون. معناتها